الجميلة دي صديقنا العزيز والمشرف بقى على المنتخب الحالي المهندس هاني ابو ريده. مساء الانوار يا باشمهندس. مساء الفل، ازيك يا كابتن لؤي؟ وحشني. مبروك انت كمان يا حبيبي، الف مبروك. الله يخليك. يعني خلينا نبدا الاول حوارنا بتوليك هذا المنصب. انت قابلته بحب اكيد، ولكن ايه اللي في ذهنك يا باشمهندس للمنتخب الفتره الجايه ان شاء الله؟ والله كابتن مدحت، طبعا يعني انا كنت عشت معاه كتير فترات كتير. القصه يعني انها جت كده، يعني مش في ظروف اللي حصلت. طبعا انا نسيت موضوع الاشراف على المنتخب ده من مده طويله. ولكن كان في ظروف يعني كانت يعني بصراحه ضايقتنا كلنا في ظروف المنتخب وقله التنظيم بشكل كبير جدا. خاصه ان في جيل صغير موجود، كلنا متوسمين خير انه ممكن يعمل حاجه. وانا الحقيقه هم قلت لهم انا خلاص هعمل لكم اعداد للفريق بحيث انظمه لكم كده. لقيتهم طلعوا قال لك المشرف وحاجات انا فوجئت بيها الحقيقه. عارف اللي يعني اتدبست يعني بالبلدي كده. لا بس حلو، تدبيسه جميله، ان انت راجل وطني وبتحب المنتخب وطول عمرك فيه. والله كابتن مدحت، بس يعني انت عارف يعني برضو الجهد ما عادش زي الاول الحقيقه. انا مش هضحك على نفسي يعني. ولكن انت بتحاول يعني تساعد بخبراتك المتراكمه وبتحاول تساعد. صحيح. واي واحد فينا في الظروف دي هيمد ايده ويساعد على قد ما يقدر. طيب انت ان شاء الله باذن الله، اكيد زي ما انت عارف ان اول ان شاء الله مباراه في المجموعات بقى باذن الله لسه في سبتمبر. في ذهنك ايه للمنتخب الفتره دي يا باشمهندس؟ والله في مشكله كبيره بالنسبه للمنتخب، لانه التوقفات المطلوبه للمنتخب كلها استغلت في تصفيات بطوله افريقيا. وبالتالي احنا ما عندناش وقفات دوليه حتى شهر 3 الجاي. أوكي. يعني اول مباراتين بتوع نيجيريا. وبالتالي في عندك صعوبه ان انت تعمل برنامج. وهنشوف اللي نقدر نعمله، وقدرنا ناخد بعض المنتخبات اللي هي ممكن عندها يكون فريق من دور العام المحلي يكون قوي تقدر تلعب معاه مباراه او اثنين. انما لازم طبعا فرض المدرب يبقى فيه على الاقل وقفات يومين في الاسبوع تحفيز بشكل معين. يعني ده اللي ممكن نقدر نعمله خلال الفتره الجايه. والوقت قليل طبعا زي ما انت شايف يا كابتن، وان في مجموعه لاعبين صغيرين جدا. خبراتهم قليله. وكنت دايما بقول، حتى بقول انه اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك بيبقى عندهم خبره دوليه من المباريات الافريقيه. نعم. لكن انت بصيت هتلاقي الولاد دي كلهم حتى يعني جداد على الاهلي والزمالك، مجموعه كبيره منهم كمان. صحيح. فبقت الخبره كمان اقل يعني. ويبقى تحت الضغط اقل. ولو ده شفته حتى في مباراه التشاد يعني الاولى اللي ضايقتنا كلنا يعني. نعم. بدهم شغل، والفيل لازم اعاده ترتيب الاوراق في حاجات كتيره يا كابتن. يعني انت شايف يا باشمهندس ان المنتخب محتاج لعناصر اخرى؟ لا ما قصدتش كده. انا يعني مش متابع قوي يا كابتن مدحت بالنسبه للعيبه. مش متابع بشكل كبير. ولكن طبعا في الحقيقه انا شايف الجهاز ما فيش مباراه ما بيروحهاش، يعني متابع بشكل جيد جدا. يعني ما قصدتش كده، قصدت انه ان احنا يعني الاولاد انت بتعمل جيل جديد. والحقيقه كلنا شفنا النهارده حتى العناصر الجديده كانت الحمد لله ربنا موفقهم. وبدهم بس ان هو نقدر نعمل لهم حتى برنامج انه يشتغلوا على طريقه المدرب، لان كلهم طبعا بيشتغلوا في انديتهم بطريقه اللي هو مش بتاعه. وبالتالي بدهم لازم يوفر لهم الوقت مع المدرب الحالي، انا شايفه ان هو بيأدي بشكل كويس وراجل عنده ضمير. انه يساعد الولاد انه يشتغل بفكره هو. وانما يعني احنا كلنا زي اي مواطن متاملين خير ان المنتخب ان شاء الله يكون واقف على رجله حتى يا رب. طيب يعني انت لغايه يعني ان شاء الله شهر 3 مباراه نيجيريا احنا ما عندناش اي فرصه نلعب مع منتخب. الامر يعني هيقتصر على ربما اللعب مثلا مع الاهلي او مع الزمالك حاجه كده. لا ما اقصدش كده، ده يعني برضه نحاول نجيب اي منتخب او اتنين. ده مهم يا باشمهندس جد. عندهم دوري محلي، يعني هنلعب احنا بدون محلي الدوليين، وهم يكون عندهم برضه من غير الدوليين بتوعهم، بس يكون عندهم فريق ده محلي قوي. يعني بنتكلم ممكن نلعب مع تونس، ممكن نلعب مع المغرب، نحاول نعمل حاجه زي كده ان شاء الله. طب وهل دي هتساعدنا في التصنيف يا باشمهندس، ولا دي مش داخله في الرانكينج؟ لا مش داخله خالص، لان هو حضرتك النهارده انت بتعتبر ان الرانكينج وقف على كده. وقف على يعني كده خلاص.
لا لا واقف على كده حاليا. لو بنتكلم النهارده انت مثلا النهارده انت كنت ال11 بقيت ال10 لان الفرقه اللي قدامك مشيت. طيب احنا هم عندهم 3 ماتشات وانت عندك 3 ماتشات كل المجموعه اللي موجوده. لو انت عديت وعملت زي ما بيقولوا علامه كامله واللي قدامك فيه عنده اخفاق هتعلى عن كده. انما انت كل الوقت واقف على نقاطه. النهارده انت اخد نقاط وغيرك اخد نقاط, وبالتالي انت اول على الثلاث ماتشات الجايين اللي هم مباراتين بتوع شهر 3 ثم مباراه شهر 6 الرانكينج ان شاء الله هيبقى في بعد مباراه شهر 6 ان شاء الله. يعني ربما نخش تصنيف تاني. احنا حاليا تاني, احنا تاني بعد لما رحنا ال10 دي. احنا دلوقتي في التصنيف التاني من لان الفرقه اللي قدامك مشيت. اوكي, فبقيت انت اوتوماتيك حتى بقيت قبلها يعني. وبالتالي انت النهارده خدت نقاط وهم الفرقه اللي قدامك خدت نقاط. احنا بالتالي احنا لسه 11 يا باشمهندس. ما هو الكاميرون اللي هي موجوده الكاميرون موجوده. كونغو سوري, كونغو مشيت اتغلبت وهي قدامك. فانت لسه بقيت ال11, انما في ال10 الاوائل في افريقيا في واحده فيهم بره اوريدي مش موجوده, بقيت 10. اوكي, يعني احنا دلوقتي في التصنيف الثاني. ايوه احنا كده في التصنيف الثاني. فان شاء الله لو عملت الثلاث ماتشات اللي جايين وفي اخفاقات من الناس اللي قدامك احتمال كبير جدا تكون فوق. هتفرق دي كتير قوي لو وصلنا للاول دي هتبقى تحفه ان شاء الله. طيب اعتقد في مباراه في شهر 4 كمان, مباراه وديه في وقفه وديه في شهر 4 لو عملت لعبت مع منتخب اعلى منك تصنيفا ده برضو ممكن يفيدك. جميل, في شهر مايو. جميل. عملت امبارح عيد ميلاد لكوبر امبارح. وكمل ال 60 اول امبارح. اوكي, قلت له النهارده بعد 60 حصل لك نضج النهارده وتغيير كان كويس. يعني اكبر منك بست سنين تقريبا. مش على قد بعض يا كابتن, بلاش على. طيب يعني خلينا نقول ان احنا بنامل خير في وجودك كمشرف على المنتخب يا باشمهندس, واتصور ان شاء الله. وطبعا الناس النهارده قالوا, وانا اكيد انت هتقولي لا ما حصلش, بس اتقال ان انت قعدت مع كوبر قبل المباراة ودردشت شوية معاه في التشكيل والحكاية, وهذا شيء جيد الحقيقة, مش يعني انا شايفه شيء جيد. حابب تعلق على الجملة دي؟ لا والله, ده انا قعدت مع المنتخب ككل وكان هو الجهاز الفني وبكلمت مع الولاد قبل المباراة يعني كالعادة, يعني بتدي له كلام تحفيز وبتدي لهم الموقف العام ايه بالظبط الفترة اللي فاتت والفترة الجاية, والولاد كانوا متفاهمين, وانما الحقيقة ما لم اتناقش معه في اي تشكيل. جميل, يعني ما حصلش حوار بينك وبين هو شخصيا حوالين التشكيل او الكلام ده؟ لا, ولا عمره حصل. ولا عمره. انا عارف, انا عارف طبعا. اللي فيما يتعلق بالجهاز المعاون زي ما هو ما فيش تغييرات فيه؟ لا, الناس موجوده وفي المجموعه الاداريه الجديده بيشتغلوا كويس ومعاهم المهندس ايهاب الهيطه. والحمد لله احنا يعني خلال الفتره اللي فاتت كان التنظيم جيد في السفر وفي الرجوع وكل المشاكل اتحلت الاداريه. دي حقيقه فعلا. تعرف ان اولادنا كلهم يعني بيبقى بتاع الكوره بيبقى ناسي بقى الحاجات كتير جدا, شهاده جيش, شهاده معامله, شهاده دراسه. الحاجات دي كلها بتبقى صعبه في توقيتات قليله لان في ناس مغادره, وكل الحقيقه الولاد عملوا مجهود كبير واتحلت كل المشاكل. والحقيقه برضو عاون فيها بشكل كبير جدا جدا المهندس خالد عبد العزيز اللي بشكره على الهواء. اكيد اكيد. يمكن انا سبب سؤالي ليك على حكايه التشكيل النهارده, وفاجئنا بثلاثه ما كانش بيلعبهم اللي هو مصطفى فتحي وحسام غالي وعبد الله السعيد, فده ممكن يبقى ايحاء طيب من حد يعني, عشان كده كان سبب السؤال يعني. لا والله, لا كابتن مدحت هو نفسه طبعا المباراه وعايز يكسب هنا, وهو دايما بيلعب باربعه قدام اثنين راس حربه وبيلعب على الوينج يمين وينج شمال ودي طريقته, ولكن اصابه النهارده راس حربه بقى عنده راس اثنين بس فما قدرش يجازف بالاثنين وحط واحد قدام وواحد تحت, فهو ده يمكن اللي خلاه يفكر بشكل مختلف. وهو الحقيقه حتى بالنسبه لمصطفى الناس كانت قلقانه, هو كان خايف عليه في المباراه الاولانيه لانه عامل حساب انه محتاجه في الماتش الثاني. بالظبط. هل كوبر هيسافر او حاجه فتره الاجازه دي يا باشمهندس ولا موجود؟ والله الحقيقه انا ما كانش عندي وقت اني مسافر الصبح بدري, على عندي اجتماع في الاتحاد الدولي في لجنه الاصلاح, وبالتالي يعني يا دوبك كده يعني بعد الماتش وقفنا مع بعض وقلت له نتقابل السبت باذن الله لما ارجع نشوف كل المشاكل اللي قدامك, هسافر ومش هسافر, فان شاء الله باذن الله قبلهم السبت ونتفق معاه على كل حاجه ان شاء الله. بالتوفيق يا باشمهندس, واشكرك شكرا جزيلا. شكرا, ربنا يخليك يا فندم. اشكرك, اشكرك شكرا جزيلا, ربنا يخليك.